وانا بقلب كده على الفيس لقيت الصوره دي، ولقيت اللي منزل الصوره بيقول ان ده احسن مشروب ممكن تشربه في حياتك، وهو مكون من فراوله وموز، يعني من الاخر مشروب فراوله وموز. بس قعد يشكر فيه وقعد يقول حرفيا ان ده احسن مشروب ممكن تشربه في حياتك. فقلت يلا نجرب المشروب ده هنا. هتجيب الموز بتاعك وهتجيب الفراوله بتوعك، دي حبه الفراوله انا هستعملهم وده الموز، وتعالوا نعمله. نجيب الهاند بلندر، نحط الفراوله كده جواه، تمام، وهحط الموز بتاعنا، وهنجيب اللبن بتاعنا نصبه. يا ولا يا ولا يا ولا يا ولا، فاضل بس كده السكر، نحط شويه سكر بقى حبه صغيرين لان الفراوله والموز كده كده مسكرين اصلا. ونجيب الهاند بلندر ونسمع احلى صوت في الدنيا. تمام كده، نجيب كوبايه بتاعتنا ونزينها بصوص الفراوله اللي هو بتاع الماجيك ده. يا رب بقى اصلا يكون اصلا فيه صوص اصلا، لان انا فاكر ان هو خلص، انا فاكر ان هو خلص، بس شكله خلص. هو عمل لي ايه النقط دي؟ فيا الله التزيين جميل جدا جدا، بصوا النقط عامله ازاي، جميله انا اللي قصدها اصلا. ونصب بقى المشروب بتاعنا. يا ولا يا ولا على التقل، يا ولا يا جدعان، شكله جامد قوي. وده كده هيبقى شكله مشروب الموز بالفراوله. تعالوا بقى ندوق عشان انا حرفيا متحمس له جدا جدا جدا. بسم الله. هو تقيل قوي، هو طعم الفراوله تمام باينه، ولكن برضه طعم الموز باين، بس هو الميكس غريب، ميكس كده لو انت بتشرب فراوله بموز بس عقلك مش مستسلم على ده، ولكن التجربه حلوه جدا جدا. انا مضايقني بس التقل بتاعه لان تقيل قوي قوي، مش عارف انا عايز اقول لكم التقل بتاعه عامل ازاي. انا بصوا بصوا عامل ازاي، اصلا تقيل جدا جدا، انا حتى بشفط بالشفاطه، لا تقيل قوي، هو حتى بيتشفط، بس واخد كده حلاوه الموز مع حلاوه الفراوله مديها في حته تانية خالص. فحلو جدا جدا، يعني لو انت عايز تشرب حاجه جديده ميكس كده غريب جدا ما بين الموز والفراوله وكده، لا ممكن تعمله هيعجبك جدا جدا. وحاول وانت بتعمله ما تزودش سكر قوي، لان كده كده اصلا الفراوله والموز مسكرين، فحط سكر خفيف جدا جدا يعني. وبس كده، شير في كل مكان، لايك في كل مكان، عايزين نوصل ل 100,000 اقرب وقت. والانستجرام بتاعي هنا، انا بنقدم هناك عزم يعني، روح كده اعمل لنا فولو هناك، وكالعادة دوس يا كوتش، السلام عليكم.